علمتني الحياة واحد الدرس مهم، هو أنه عمرني نتسوق لشي واحد. إلا بغيت ندير شي حاجة غنديرها، وما نتسوق لتي شي واحد، حيش أنا اللي بغيت ندير هاد الحاجة، وتا واحد ما سوقوا فيا، وتا واحد ما شغلوا فيا. أنا بغيت نكمل قرايتي وشي حاجة اللي أنا باغيها، دونك أنا غنقرا فيك الحاجة وما غنتسوقش لبنادم لا يقول لي هذيك الحاجة راه ما خداماش ليك. لا ولدي سير دير هادي، ما غنديرش هادي، أنا بغيت ندير هادي حيتاش أنا باغي ندير هادي. أنا بغيت نسافر هاد البلاصة حيتاش أنا باغي نسافر هاد البلاصة، ما رضيتش بنادم باش نسافر بلاصة أخرى اللي أصلا ما غترضينيش أنا، دونك ما غنديرش شي حاجة اللي غترضي بنادم. الحاجة اللي غنديرها غترضيني أنا، أنا الأول كنعرف ندير شي حاجة في حياتي نديرها وما نتسوقش. شي والديك الا كنتي باغي دير شي حاجه، يعني مثلا باغيتي دير شي حاجه اللي ماشي في الطريق ديال النجاح ديال، يعني هما الوالدين كيكون عندهم واحد الصوره ديال النجاح نمطيه، ديال خصني ندير انا مثلا نقرا الهندسه ولا نقرا الطب. داك الطب ولدي راه هو اللي غيخدمك، دير لي اخويا لافاك ديال ليكونومي، دير لي سي جي، واش تمنيتك غدير الميديا، واش تمنيتك غدير سينيموتوغرافي، واش تمنيتك غدير التصوير، واش تمنيتك غدير الانترنيت، واش تمنيتك غدير الديجيتال. دول الوالدين الله يسمح لهم كيعطوك هاد النصائح ويقولك لا ما غديرش هادي، غنوخ لك ولدي هادي ولا استخطر رضا، الا ما درتيش هادي ما غنعرفك ما غتعرفني. وهذا اخويا بعض المرات كنقول لك انا ما تسمعش لوالديك في هادي، ودي داكشي اللي باغي، حيت غيجي واحد النهار غتندم علاش ما بغيتيش دير هذيك اللعيبه. حاجه اخرى، انا مثلا باغي ندير فيديوهات، باغي نصور راسي، انا ما غنصورش راسي، انا ما نقدرش نكون انا انفلونسور. علاش ما نقدرش نكون انفلونسور؟ غيضحكوا عليا، هذا غيضحك عليا فلان، علاش غيضحك عليك فلان وانت اصلا كدير شي حاجه اللي انت باغي ديرها، دونك ديك الحاجه راه اصلا غتعطي فيها. علاش تخاف من بنادم؟ علاش تصور على بنادم غيضحك عليك؟ الا ضحك عليك حيت هو ما فاهم والو، حمار، هو اصلا ما تيصور راسو انه يدير فيديو. هذيك اللي غيضحك عليك اللي غتقول انت غيضحك عليك، هذاك راه ماشي بحالك انت نهار غتزعم قدام الكاميرا، هو راه ما غيزعمش، مي انت زعمتي، انت راه صورتي راسك، انت راه درتي شي حاجه، انت راه وصلتي شي حاجه. هذاك اللي غيضحك عليك في الاخر غيقول ترى ناضي، وشو كيبدا وشو كيوصل، وغيولي هو يتلحس عليك اللي كان في الاول كيضحك عليك زعما ودار هاد العيبه هادي، وراه غيديروا طالعه وغي ساركازميو عليه. حاجه اخرى نقول لكم الاخوان من هادشي كامل، وديروا شي حاجه اللي باغي نتوما، وما ديوهاش في بنادم، حيت في النهار انت اصلا كتزاد بوحدك وغتعيش بوحدك. ملي كتكون مكتئب وكيكون طالع عليك الدم راه كتكون بوحدك، وما كيكونش معاك هاد بنادم هذا اللي انت اللي هاز ليه الهم، ما كيكونش معاك في هاد الاوقات هادو اللي كتكون انت في الدار بوحدك ومكتئب وطالع لك الدم ولا قلبك منكسر، ما كيكونش معاك هاد بنادم هذا، راك تكون راسك. وني نهار كتبغي تشكي لهاد بنادم هذا راه ما كيعطيكش وقت، داكشي علاش انا ما عطيتش وقت لبنادم، غندير داكشي انا اللي باغي. ونهار كتدفن، نهار كتموت كتدفن راسك وكتموت راسك، وغتبقى في القبر راسك، ما يكونش معاك هاد بنادم انت اللي هاز لي الهم، وخايف من انه يضحك عليك ولا يساركازم عليك ولا ترضيه ولا دير شي حاجه باش تقول راه بنادم غندير هاد الحاجه باش بنادم يقول لي راني واعر. انت ما تقولش انا واعر، نقول انا راسي واعر، تعلم تقول انت انا اللي واعر، ماشي تستنى من بنادم يقول لك انت واعر. هادي اللي بغيتكم تعلموها، تعلم انك انت ترضي راسك، انت تعطي الجائزه لراسك انت، وما تستناش بنادم هو اللي يعطيك الجائزه، عطي الجائزه لراسك انت. هذا راه ديسكور، فهمتي، سميه موتيفاسيون، سميه اي حاجه، المهم هذا ميساج لاي واحد باغي يبدا شي حاجه وخايف من بنادم اللي ياخذ عليه رد شي حاجه بشكل. كون عندك شخصيه قويه ودير داكشي اللي باغي، حيت كلنا غنموتوا، كلنا غنموتوا، داكشي علاش انا عارف راسي انا غنموت ندير داكشي اللي باغي في هاد الحياه هادي. ربحت فلوس نمشي نبرع راسي، نمشي نشري راسي، باغي ندير اونتربرونار ندير لونتربرونار، باغي نخدم في الوظيفه نخدم في الوظيفه، ندير داكشي اللي باغي انا. كل واحد عنده التوجه ديالو ودير داكشي اللي باغي، وما تمشيش في عقليه القاطع، ما تمشيش في عقليه القاطع. كون سبعه كيتمشى بوحدو، النمر كيتمشى بوحدو، والقاطع كيمشي والتروبو كامل مع بعضياتهم. ما تكونش انت حولي، كون سبع، تكونش حولي، فهمتي، غادي مع وسط بنادم. السبع راه كيتمشى بوحدو، النمر كيتمشى بوحدو، اي حيوان عنده شخصيه كيتمشى بوحدو، الحوالي كيتمشاو جماعه يخافوا يتخلعوا، حيت داك الحولي فهمتي ما يمكنش انه يخرج من الجماعه، الا خرج من الجماعه راه غيتخلع، غيكون ناري غيدهشر، فهمتي، تبهض، ما تكونش انت حولي. وهاد الميساج هذا راه ماشي منديوش لكلشي، كاين ضعف الشخصيه وهذوك راه ما كنهضرش عليهم، كنهضر اللي امن براسو وعارف راسو شنو كيدير، ولكن بعض المرات كيتاثر بهاد العيبات هادو وما ياثروش عليك هاد الناس هادو. نتمنى الميساج يكون وصلكم، وتهلا.